انفلونزا الخنازير او فيروس H1N1. الحقيقه هو كان ظهر من كام سنه في مصر واثار رعبا شديدا في المجتمع المصري وفي الشارع المصري، ولما رجع ظهر مره ثانيه نفس الهلع ونفس الرعب. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي عن انفلونزا الخنازير ونعود مره اخرى. ذعر ملأ قلوب المصريين في الآونة الأخيرة، ويبدو أنه أصبح ذعراً موسمياً تجسد في فيروس أنفلونزا الخنازير، إذ بلغ عدد الوفيات إلى العشرات من ضحايا هذا الفيروس، ومن ثم كان للشارع المصري الرأي في ذلك. فما هي الإجراءات الاحترازية لكل مواطن على حدة؟ كمواطن عادي هحاول ان انا ما اتواجدش في اماكن التجمعات الزحام الكتير، واحاول برضو ان انا في بداية فصل الشتاء ان ممكن ناخد اللي بيبقى فيه حقن مخصوصة لموضوع الانفلونزا ديت. هو مرض متجدد كل شتاء، خدت بالك؟ وبعدين هو اساسا يعني التواجد هو الحل، يعني هو سبب العدوى الرئيسية، فهنتجنب التواجد، ومع النظافة والاحتراز وبتاع مش عارف ايه، وفي مصل بيتاخد في الاجزخانات. اي شوية برد بيجوا للواحد، الواحد طبعا بيضطر دلوقتي. الاول ما كناش بنجري على الدكاترة، دلوقتي بنجري على الدكاترة لازما. من ساعة الانفلونزا الطيور والانفلونزا الخنازير الواحد بيخاف من اقل شوية هواء، من اقل شوية برد. من الجدير بالذكر هو مدى توفير وسائل التوعية الصحية من قبل وزارة الصحة، لا سيما في ظل ما صرحت به نقابة الأطباء بعد وقوع إصابات أيضا من بعض الأطباء أنفسهم. وعلى هذا التعامل الطبي لهذا الفيروس والسرعة في ذلك هو الفيصل الذي ينتظره المواطن العادي. المفروض أنا أحس أن الدولة مش مدية اهتمام للموضوع ده، أن هي المفروض يعني تدي نصايح وإرشادات للمواطنين، حتى الحاجات الأولية والأساسية اللي هم يتعاملوا لما يكتشفوا المرض، وبعد كده بقى يقولوا التامي فلو أو المضاد الحيوي وده الواحد يشتريه إزاي ويتناوله إزاي. دور وزارة الصحة ودور وزارة الزراعة فالمفروض تعمل احتياطاتها للقضاء على هذه على موضوع الخنازير وعلى موضوع الإنفلونزا الطيور برضو، وبنطالب وزارة الصحة بالاهتمام بالمواطن المصري أكتر شوية، وتبص على المستشفيات زي التأمين الصحي وزي المستشفيات العامة فيها برضو إهمال كبير جدا. حضرتك المفروض وزارة الصحة تصدر إن احنا نعمل إيه، إنما لحد دلوقتي وزارة الصحة ما صدرتش إيه الحاجات الوقائية اللي ممكن الإنسان يعملها، فده دور وزارة الصحة، إنما أنا ما عرفش نعمل إيه. الوقاية خير من العلاج، مقولة تبحث عن مكان لها في مصر حتى الآن. ومع وقوع حالات الإصابات ومن ثم حالات الوفاة، المواطن المصري في حاجة للطمأنة على صحته وصحة أسرته. عفى الله مصر من كل سوء. حنان راضي، قناة دريم.